بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري. كرامتنا المهدوية هذه المرة من مدينة الأهواز في إيران، من فتاة أهوازية تعلق قلبها بحب أهل البيت عليهم السلام، ولكنها تعرضت لإهمال شديد ومشكلات كبيرة كادت أن تقضي على حياتها وسعادتها لولا صاحب الزمان عليه السلام رفع عنها تلك الضغوطات جميعا وجعلها تعيش كإنسانة أخرى من جديد. تقول: منذ نعومة أظفاري ولم يتجاوز عمري 5 سنوات طلق أبي أمي، واستطاع أبي أن يأخذني معه وأعيش معه وأبتعد عن أمي. وتصوروا بأن طفلة تبتعد عن أمها خصوصا في تلك السنوات وأنا ما زلت طفلة صغيرة، كيف سأعيش وأنا ما زلت طفلة صغيرة؟ كيف سأعيش وكيف سأرى الحياة؟ ولم يطل أبي من الزمان حتى وتزوج من امرأة أخرى، وهنا بدأت عذاباتي، لأن هذه المرأة لم تحبني قط، بل تفننت وتلذذت وتنتعش عندما تؤذيني وتشعر بأن لديها دور بشكل يومي عليها أن تؤديه، كما أنها تطبخ، كما أنها تنظف، فدور من أدوارها اليومي الثابت كما تتنفس الهواء عليها أن تؤذيني. لم تكتفي في مسألة بأنها تؤذيني من ناحية العمل وإلى غير ذلك، رغم أني لم أتجاوز 6 سنوات أو 7 سنوات وكانت تحملني طاقة، يعني في تنظيف البيت وكذلك في ترتيبه، ما لا يستطيع الطفل عادة أن يفعل ذلك، بل كانت تتجاوز على أمي وتتكلم عنها بكلام نابي جدا مما يجعلني أبكي، وبالإضافة إذا ما بكيت فإنها تقوم بصفعي وضربي وإلى غير ذلك. وعندما كان يأتي أبي وأخبره بالأمر كان لا يحرك ساكنا، لأنه قد أصبح أسيرا عندها. ومضت السنوات وأنا لا يشعر بي أحد ولا بعذابي أبدا. نعم، في بعض الأحيان كان يأتي بعض أخوالي ويذهبون بي إلى أمي، وأمي كانت جالسة وتعيش في بيت أهلها ولم تتزوج، ولكن دائما وأبدا كنت أقول لها: لو أنك صبرت عليه قليلا، وأنا لكنت أنا لم أقع الضحية، لو أنك استطعت أن تجامليه وتستطيعين أن تداريه وإلى غير ذلك وتتجاوزين عن أخطائه لما كنت أنا الآن الضحية. كان أبي لا يجعلني أبقى مع أمي إلا 1 أو 2 ساعات، ثم يأتي هو ويأخذني وأرجع إلى ما كنت عليه من العمل الشاق مع الضرب الكثير مع الإهانات. وكان أبي يقضي معظم يومه خارج البيت في عمله ومع أصدقائه ثم يعود ليلا. كبرت في السن ومع الأسف الشديد لم يجعلوني أدخل المدرسة، وبقيت لا أحسن لا الكتابة ولا القراءة أبدا، فقط كنت خادمة عندهم. وعندما كانت زوجة أبي تنجب أطفالا فأنا أتكفل بثلثي العمل، لأنها تبقى جالسة وتأمر: اجلبي هذا وخذي هذا واحملي هذا وافعلي هذا بهذه الصورة. حتى بدأت أربي أطفالها بهذه الصورة، ومع الأسف الشديد لم يأتي يوم من الأيام استحت أو خجلت من كل هذه الأمور التي أنا أقدمها لها. وفي كل مرة إذا ما نسيت شيئا أو تضجورت قليلا أو ظهر على وجه الانزعاج تقول لي بصريح العبارة: إذا لم يعجبك الحياة في هذا البيت فاذهبي إلى أمك، نحن لا نريدك أبدا. حتى أطفالها عندما كبروا وهم أخوتي من أبي بدأوا يرددون هذه العبارة: إذا لم يعجبك الحياة في بيتنا اذهبي إلى أمك فأنت لست بأختنا. كنت أتألم كثيرا، زرعت بيني وبين أخوتي حقد كبير وكراهية كبيرة، وجعلت بيني وبينهم جدارا عاليا،
لدرجة بأنهم لا يقتربون مني، وإذا ما اقتربوا إلا لشيء يريدونه، وبعد ذلك يتركونني وكأني لست بأختهم، بل يزيدون على ذلك عندما يأتي أبي فيخبرونه بأشياء كذب لكي يقوم بإهانتي أو بتوبيخي إلى غير ذلك. تعلمت كثيرا على هذه الطريقة المأساوية، وأرجع وأقول أنا ضحية أبي وأمي. بحمد الله عز وجل كبرت ووصل العمر إلى 18 عاما، وأنا لا أحد يسألني ولا يشعر بعذابي ولا يهتم بي، وحوائجي دائما منسية. وكذلك عندما أريد أن أشتري شيئا فأنا أذل ثم أذل ثم أذل، حتى بعد ذلك يعطيني أبي مبلغا من المال فأقوم بالشراء. فلم أشتري شيئا كبقية الفتيات اللواتي في عمري، ولم آكل شيئا كالفتيات التي في عمري، وإلى غير ذلك. كنت أسيرة المنزل بمعنى الكلمة، كنت يتيمة رغم أني أعيش مع أبي. ولكن وصل الأمر بأن زوجة أبي بدأت تريد أن تتحكم بحياتي كاملة، وأرادت في كثير من الأحيان أن تجبرني بأن أعمل خارج المنزل في أمور أنا لا أحبها ولا أريدها. تريد مثلا أن تجعلني أعمل في بيت، وهذا البيت يعني فيه مجموعة من الخياطات يعملن بالخياطة وإلى غير ذلك، وأن أذهب وآتي وأعطيها النقود. ورغم رفضي هذا الكثير، أبي حاول أن يقنعني وهي تأخذ المال، ولكن رفضت. ولكن في تلك الفترة تأذيت من شتمها وإهانتها، وكانت تضربني بكل شيء، أما الآن لا، فقط تكتفي بصفعي وتحرمني من الطعام إلى غير ذلك. وأبي المشكلة يسكت، ومشكلة كبيرة عندما يكون الأب أسيرا لزوجته، فهذه مشكلة، فيقوم بظلم أولاده ظلما عظيما. أرادت مني مرة من المرات أن أعمل كمنظفة للبيوت القريبة منا وآتي، وقلت لها هذا مستحيل. أرادت واكتفت أيضا بصفعي وبأنك عال علينا، ومتى يأتي أحد ويتزوج منك ونتخلص منك إلى غير ذلك. هنا بلغ السيل الزبا، ولم أستطع بعد ذلك، وطفح الكيل تماما. بكيت على هذه الحياة التي لا قيمة لها أبدا. أكثر من مرة تمنيت من الله سبحانه وتعالى أن يميتني وأن يأخذ روحي إليه، فهو أرحم الراحمين. العيش بقرب الله سبحانه وتعالى له أفضل بملايين المرات في العيش مع البشر. لحظة من اللحظات، وفي أيام ولادة صاحب الزمان سلام الله عليه، وكانت يعني الأهواز تستعد كما العالم الإسلامي يستعد لولادة صاحب الزمان سلام الله عليه، كانت هناك مجموعة من المبلغات ومجموعة من المؤمنات يحضرن في مجالس صاحب الزمان سلام الله عليه. وحضرت إحدى تلك المجالس، وكانت تتحدث عن صاحب الزمان، وكيف ترتبطين بصاحب الزمان، وكيف تجعلين بينك وبين صاحب الزمان علاقة، ويقضي لك الحوائج ويفرج عنك إلى غير ذلك. وكانت البداية عندما سمعت بأنك تهدي سورة ياسين لمولانا صاحب الزمان سلام الله عليه، تقرأها عند صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر، وثم بعد ذلك تقرأ دعاء الفرج 18 مرة على عدد عمر السيدة فاطمة عليها السلام، ثم تهديه لصاحب الزمان سلام الله عليه. تقرأ سورة ياسين وتقرأ دعاء الفرج 18 مرة على عدد عمر الزهراء عليها السلام، ثم تبعثه هدية لصاحب الزمان. أنا الغارقة والتي تريد أن تتمسك بقشة لينقذها من بحر الأحزان، فكيف والمنقذ هو السفينة العظمى في زماننا وهو صاحب الزمان سلام الله عليه؟ فتعلقت بالأمر كثيرا كثيرا كثيرا، وبدأت يوميا بعد صلاة الفجر أقرأ سورة ياسين
وأقرأ دعاء الفرج 18 مرة على عدد عمر الزهرة عليه السلام وأهديه لصاحب الزمان. وقلبي يتألم يتقطع من حياتي التي سوف تنتهي ولم أعرف منها شيء أبدا، ولم أذق فيها يوما حلوا واحدا من مر إلى مر. وجاءت تلك الليلة التي رأيت فيها مولاي صاحب الزمان سلام الله عليه، وكأني في بيتنا، تقول بيت أبي، وكان الحائط عليه ثوب طفلة صغيرة، وأنا أذكر بأن هذا الثوب هو ثوبي، يعني كأنما زوجة أبي أتت بهذا الثوب ثوبي وأنا عندما كنت طفلة صغيرة، وقامت بوضعه على حائط بيتنا، ولكن وضعته بشكل مهمل وعليه تراب وغبار، وكان ليس يعني بالجيد، يعني وكأنه قديم لم يهتم به أحد، يحتاج إلى غسل، ولكنها لم تهتم، حتى لو أنه وقع بالشارع فهي لا تهتم. وإذا بيد نورانية، يد جميلة جدا، فتحت الباب فورا فوجدت شابا جميلا أخذ هذا الثوب، ثوب الطفلة، ووضعه كأنما في يعني في محفظة، في حقيبة يحملها معه، في حقيبة يحملها معه في كيس، ووضع هذه الثوب الصغير في هذا الكيس ومشى. وأنا أرى جماله المهدوي وهو صاحب الزمان سلام الله عليه، وما مشى إلا خطوات حتى وبعد ذلك خرج شاب من بيت وأعطاه هذا الثوب، أخرجه وأعطاه هذا الثوب ثم ذهب. جلست عند الصباح وأنا فرحة مسرورة، وقلت إن شاء الله صاحب الزمان قد فرج عني إن شاء الله، ما هي إلا أيام. واتصل عمي بأبي وقال أريد أن أشتري بيتا قريبا منكم، وحقا هذا ما صار. اشترى عمي وزوجته وبناته، كانت لديه بنات بعمري، يعني اشترى بيتا. وعندما اقترب من حياتنا وكانت زوجته تأتي إلى بيتنا وبناته يأتينا وإلى غير ذلك، عرفنا كيف كانت زوجة أبي تعاملني. وإذا بعمي تثور ثائرته وقال له لن أترك ابنتك يوما واحدا معك، سأخذها معي، لديك أطفال الآن كبروا، لديك بنات كبرنا، وأنا أخذها معي. أبي كان رجلا يعني أسيرا عند هذه المرأة، فقالت له فليأخذها. وإذا بأبي مع الأسف الشديد يتنازل عني وقال اذهبي وعيشي ما في بيت عمك، وإذا ما جاء يعني إن شاء الله واحد من الشباب يخطبك فلا بأس، فنتمنى الزواج. ذهبت إلى بيت عمي وكأني خرجت من جهنم إلى الجنة، احترام وتقدير. وكان عمي لطيفا حنونا، وكان يعني أشعرني لأول مرة في حياتي بطعم الأبوة. وعمتي يعني زوجة عمي أشعرتني لأول مرة بدفء الأم وحنان الأم إلى غير ذلك. وبحمد الله عز وجل ما مرت إلا أيام، سبحان الله، وكأن حقدها وعينها وأذيتها كانت قابعة على صدري، معرقلة لزواجي. هكذا الإنسان عندما يكرهك يحول كل البيئة التي حولك إلى بيئة سلبية، طاقة سلبية شيطانية إلى غير ذلك. ما هي إلا أيام تعدت وإذا بشاب بحمد الله عز وجل قام بخطبتي، لأني بدأت أخرج مع بنات عمي إلى السوق، وأخرج مع عمي مع زوجة عمي إلى السوق، وأذهب هناك وأرجع من هناك وإلى غير ذلك. تقدم يعني شاب مع عائلته لخطبتي وانخطبت وخطبت عفوا، وكان أبي موجود وأمي جاءت بحمد الله، وتزوجت وعشت حياة سعيدة. وبدأت أمي تزورني متى ما أرادت، متى ما أرادت، بل إن زوجي بعد شهرين من زواجنا قال لماذا أمك باقية هناك، هي ليس لديها زوج وليس لديها عيال إلا أنت. أمي لم تتزوج طوال حياتها أبدا، وإذا بي
وإذا بي قال لي ائتي بأمك إلينا فلتعش معنا، وبحمد الله جئت بأمي وتعيش معنا، ونحن نعيش تحت ظل رعاية صاحب الزمان، حياة مستقرة وسعيدة. هكذا هو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، هكذا هو التوكل على الله والالتجاء إلى صاحب الزمان. قال الإمام الصادق بصريح العبارة: ما خاب، ما خاب، لن يخيبك أبدا، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. مستحيل أن تخيب، بل تصل إلى مرادك حتما، وتتحقق أمنيتك حتما، وكذلك تلتجئ إلى الأمان، فلا يستطيع أحد أن يؤذيك وأن يتصرف في حياتك. برنامج صباحات ولائية من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.